مواكبة التحولات باتجاه الانتقال الطاقوي الذي يعد من أهم أولوياتنا لتعزيز الأمن الطاقوي من منظور القدرات الواضحة المتاحة لبلادنا في مجال الطاقات غير التقليدية الجديدة والمتجددة. وإنني على يقين بأن الآفاق واعدة في هذا المجال بفضل رصيد الخبرة والتجربة وتجنب إطارات القطاع وعاملاته وعماله لترجمة الاستراتيجية الرامية إلى تجديد احتياطاتنا البترولية والغازية وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية.